اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتعلم ازاي ننطق حرف الجر تو. حرف الجر تو لما يكون لوحده هو تو كده مفيش مشكله. حرف الجر تو لما بيجي في جمله او لما بستخدمه اثناء الكلام الحكايه بتتغير. تعال نشوف. حرف الجر تو بنسميه function word، والfunction words دول في الانجليش لازم تكون unstressed، ما ينفعش اعمل عليها stress وانا بنطقها، ودايما بعمل لهم حاجه اسمها reduction، تقليل، بحاول اقلل شويه في الكلمه في النطق. يعني على سبيل المثال عندي الجمله دي we went to school، فلما اجي انطقها اقول we went to school we went to school we went to school، ولكن حرف التي لما يكون قبله حرف متحرك انا هنطقه دي فاز دي. على سبيل المثال let's go to school، فكلمه تو قبلها حرف متحرك اقول let's go to school let's go to school. نيجي بقى لوقت التدريب. المفروض ان انت دلوقتي هجيب لك جملة كاملة فيها حرف الجر تو، وهسيب لك 5 ثواني تنطق فيهم الجملة كاملة وتحاول تطبق اللي احنا اخدناه انك انت تنطق حرف الجر تو بطريقة صحيحة. انا المفروض بعد ال5 ثواني دول هنطق لك الجملة كاملة وتحاول انت تقارن ما بين النطق بتاعك والنطق بتاعي وتشوف انت عرفت تنطق تو صح وهي محطوطة في جملة ولا لا. يلا نبدأ. The manager asked them to leave. The manager asked them to leave. شفت انا طلعت تو ازاي هنا؟ to leave. to leave مش to leave. to leave with the American accent. انطق كده لوحدك. Have you got the permission to stay here? Have you got the permission to stay here? شوف to stay here. We need more money to improve transport in Egypt. We need more money to improve transport in Egypt. I walked to the office. I walked to the office. He's going to Paris. He's going to Paris. Her childhood was spent traveling from time to time. Her childhood was spent traveling from time to time. تخلي بالك طبعا لما جيت قلت spent traveling عندي 2 T، فبالتالي هنطع واحدة بس، ما اقولش spent traveling from time to time.